آسف، أنا يوناني. هكذا يسخر اليونانيون من عدم قدرتهم على الالتزام بالإصلاح. جئنا إلى سالونيكي في شمال اليونان لنرى مدى استعداد اليونانيين للتغيرات المطلوبة. البلد لا يستطيع تجاوز الأزمة إلا إذا ما تخلى عن بعض الممارسات التي أوصلته إلى الهاوية. وبعد بحث مضن عثر مراسلنا على شخص يوناني مستعد للحديث عن الفساد اليومي، لكنه يفضل عدم الكشف عن هويته. إذا ما ذهبت إلى الطبيب لأغراض المعالجة فعليك أن تقدم له رشوة، وإذا ما كنت بحاجة إلى موافقة رسمية فعليك أن ترشي الموظف الحكومي، وإلا فإنك ستصبح ضحية للبيروقراطية المتفشية. وإذا ما كنت تبحث عن وظيفة في القطاع العام فعليك أن تشتري ذمة أحد المسؤولين، وهذه الممارسات كانت وما زالت قائمة إلى اليوم. وأضاف الرجل البالغ 37 عاماً أن الفساد لم تتم محاربته ولا يمكن لأحد تدبير الأمور بلا رشوة. راجعت قبل فترة قصيرة أحد الموظفين لأغراض الحصول على موافقة لفتح محل، فقال إن هناك إمكانيتين، وهما إما أن تدفع الرسوم الرسمية البالغة 250 يورو ثم تنتظر الحصول على الموافقة ذات يوم، أو تدفع 1500 يورو وتستلم الموافقة خلال أسبوع. بالإضافة إلى الفساد، هناك امتيازات يتمتع بها البعض خاصة في قطاع سيارات الأجرة، فهذه الشركات تحتكر السوق عملياً ولا توافق على فتح السوق أمام المستثمرين الآخرين. هناك بالطبع ضغوط لكسر هذا الاحتكار وتخفيض أجور التنقل بسيارات الأجرة، لكن هذا لا يعود بالنفع على الزبائن أو المدينة. فتح باب المنافسة لن يجدي نفعاً، فنحن غير قادرين اليوم على العيش من عائدات سيارات الأجرة. توجهنا إلى أطراف المدينة حيث يقع ميناء القوارب الشراعية واليخوت. هنا يمكن رؤية حالة الثراء حتى في زمن الأزمة، فالأغنياء لديهم أموال تكفي لتسديد ديون الدولة، وهذا ما يعرفه مقاول البناء المتقاعد يانيس شوردانيديس، وهو يقول إن الكثير من الأثرياء يخدعون الدولة فيما يتعلق بالكشف الضريبي، ولم تغير الأزمة الاقتصادية من موقفهم هذا. إذا ما سدد الأثرياء ضرائبهم فإن المصارف تكون بلا سيولة نقدية تقدم على شكل قروض لإنعاش الاقتصاد. ثم إن مخاطبة الأثرياء بهدف حل الأزمة لا يفيد شيئاً، لأنهم نقلوا أموالهم إلى الخارج ولن تعود إلى اليونان مرة أخرى. ويضيف أنه كاد يسدد ضرائبه بانتظام بما في ذلك ضريبة قاربه الشراعي. نعود إلى وسط المدينة حيث نحاول معرفة سبب هذه الأوضاع السيئة حتى بعد 6 سنوات من بداية الأزمة. الخبير الاقتصادي ديمتريس مارداس يقدم لنا إجابة عن هذا السؤال. لدي انطباع بأن السياسيين يمارسون الغش والخداع، فهم قادرون على ركوب سفينتين في آن واحد من أجل الإبقاء على الأوضاع كما هي، وفقط عندما تمارس الضغوط من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يمكن أن تحدث التغيرات المنشودة، وإلا فسيبقى كل شيء على ما هو عليه. نيكوس يوافقه الرأي. لن تحدث إصلاحات طالما بقيت التهمة الحاكمة على حالها، وكذلك الموظفون أنفسهم، فهؤلاء لم يغيروا سوى أسعار الرشاوة، فبدلا من أن تدفع 1500 يورو في السابق أصبح سعر الرشوة الآن 1000 يورو مثلا. اليونان ما زالت خارقة في الأزمة رغم أننا دخلنا في ربيع 2014،